أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو نويت الصوم قبل يومين ثم جاء ذلك اليوم المنوي فأكلت وشربت ولم أتذكر إلا قبل أذان المغرب، إيش؟ يقول: نويت الصوم قبل يومين، صوم إيش؟ نافلة، إيه، ثم جاء ذلك اليوم فأكلت وشربت بعد الفجر، نعم، ناسيا، ثم تذكرت أني قد نويت هذا اليوم فأمسكت عن الشراب والطعام. هم يشترطون في صحة النية من النهار للنفل، صوم النفل، أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.